مساء الخير عليكم عرب اليوتيوب. هل يمات بزاف الناس كتبوا لي على الهدا ما نعرف علاه الناس ما يعرفوش بعضهم بعض كل شيء يكتبوا لي يقول لك راه بين هدو بروح من البلاد وكل شيء سما انا كنت تقصدي على الهدا نقول لك يقعدوا معاك لخاطر دوك حنايا لا عندك ما نكذبش عليك هربنا منكم دوك قاع باغي تجوا عندنا هنايا ثاني سما شنو نديروا سما تا كي ديروا اروحوا كاع اروحوا كاع خرجوا يومين من تخوى البلاد نولوا حنا ثاني نولوا تماك دروك لا عندك انا ما نكذبش عليكم انا ما غاديش نجيكم على بالكم بصراحه فيها راحه ما نبغيش ديك الهضره تاع منا وكلشي انا شوي كونتر ليميغراسيون ما نبغيش ليميغراسيون علاه لخاطرش ليميغراسيون تبان لي بزاف تاع الاحيان نشبهها من واحد يكون مريح في اون بلاج ويعمر بالزبل موراه وكلشي ويقيس الزبل يقيس الزبل تولي بلاصه فما مسخه شادي يبدل البلاصه يروح حداها ويعاود ثاني يولي وسخ كيما هكا جو بونس حنا لبلادنا راها في الموقف اللي رانا نهربوا منها سي كو سيكو الاختيارات تاعنا كمجتمع وكسوسيتي وكل شيء ما راهمش ملاح دونك انا نفهم واحد يبغي يروح من البلاد لا عنده مشكل مع لا عندها مشكل مع الفونكسيونمون تاع المجتمع تاعنا وراه بيبدل هذاك الفونكسيونمون بصح مالوغوزمون لا ماجوريتي تاع الناس اللي راهم بيروحوا يشكو لك من المجتمع تاعنا بصح هما داخلين برواحهم في ذاك المجتمع وهما هما السبب تاع البلاد دونك من بعد مين يجوا عندنا هنايا الحيه الاولى تجيهم في ليصانهم هذه ما فهمتهاش عند بزاف تاع اللي بغوا يروحوا ياك في الجزائر يقول بينك تروح يقول بين نصيب كورده ونعلق روحي زعما صح اسيدي ما عليناش اي روح مرحبا بك اروح هو يوصل هنايا اش يقول لك الحيه الاولى اللي بدات بها لا على داري ديروا كيما هكا على ما ديروش كيما عندنا حنايا في البلاد ها هو اللي بغيت نديروا كيما عندكم في البلاد اقعد في بلادك وصايا لا تجي هنايا وتبغي تجي عند بلدان راهم صافي 2000 راهم يتمشاو نورمالمون تجي نتايا اليوم تقول لهم لا تبدلوا وديروا كيما حنايا نديروا في البلاد ها على هذه انا وليت نقول لكم الصح ما نبغيش هاد بزاف الناس اللي يجوا من البلاد ولا لا خاطرش انا ما خالطهمش بالفاصه على كل حال ما نكذبش على خاوتي ما نكذبش عليكم انا ما خالطش لي زاجيريان في الخارج ما الكذب ماشي مليح علاه باسكو نصهم غير تاع مشاكل ونصهم غير تاع صداع اي دايا نقول لك حاجه كي صرالك مشكله مع لي زاجيريان في الجزائر تفهم تقول في راسك راني في الجزائر صح سيدي دونك سي نورمال كو لو كانت صرا لي مشكله مع بنيادم ما يجموش يكونوا غير الجزائريين بصح دوك انت يمين تهرب من لي بروبليم تاعهم وتجي للخارج وتسيب راك مازلت في المشاكل تاع الجزائر ها غيقعد في بلادك وصايي على قاعد تغبن في روحك والاخر هذه قلناها هذه باش يكون فيها صراحه كما قلت لكم دونك هذه قلتها لكم هذه نمبر 1 نمبر 2 راني جايكم قبل ما تهد قبل ما تروح السؤال الاول تطرحه على روحك اسكو الهده هذه غادي تحل المشاكل تاعك ولا لا على تقدر بورقه وستيلو ما تقولهم ليش انا المشاكل تاعك تقدر بورقه وستيلو وتكتب المشاكل تاعك وتشوف هذه المشاكل اسكو متعلقين ببلاصه معينه باسكو لو كان مشكلها متعلقه ببلاصه معينه نقولوا حنايا معناتها بلي لو كان تبدل البلاصه هذا المشكل غادي يتبدل لا غادي ينحل هذه باينه سي نورمال بصح بالك هذوك المشاكل ماشي متعلقين ببلاصه بالك المشاكل متعلقين بيك انت الا متعلقين بيك انت صافي في ميم لو كانت تبدل البلاصه غادي هذوك المشاكل تبقى مريهوما نعطيكم مثال سهل معنا واحد يقول لي في الجزائر راه كاين اسمحوا لي الثقه ولا واحد يقول لي في الجزائر راه كاين البطاله الخدمه ماش كاينه الا تقول لي في الجزائر ما صدتش خدمه على بالي بلي صعيبه باش تلقى خدمه ما نمنش نكذب عليك بصح إذا تقولي في الجزائر ما تصيبش خدمة وتقولي بروح الخارج نصيب خدمة ما نأمنكش أنايا تم ما نأمنكش تم تقول صاي اسكت ما تهدرش علاه راه كاينين واحد الجوايع في اسبانيا راه فيهم 50% شوماج هنايا في لونجلتير راه كاين دي سيتي تاع بالك 2000-3000 هابيتون كاين واحد عنده خدمة واحد برك الإيطالي راه راح نفس الطريق بلايص بزاف خوتخرين راهم رايحين نفس الطريق لي أمريكان فايتين 40 مليون سا سينيفي لو نومبر دالجيريان اللي كاين 40 مليون دامريكان راهم ياكلوا في لي بون اليمونتير وكم شي حكومه توكلهم لو كرام يموتوا كما دوك تاع افريك اللي كلشهم تخرجوا يموتوا دونك العالم راه تقريبا بارتو راه باغي دونك ماشي ما تحسبش بلي غادي كي تروح هنايا غادي يديروك تابي روج يعطوك خدمه سي با بوسيبل لا في بلادك ما تصيبش خدمه محال تصيب خدمه في الخارج هذه دونك سيتي قلت لكم زوج هذه البوان زوج نزيدكم غير في هذا البوان دونك كاين اللي تصيبه كتصيبه في بلاده ما يقرا ما يخدم مد اكسبيرينس بروفيسيونيل ما دا والو قاعد ينوض على 12
الشبانيه تعطي شويه دراهم باش يروح يشري باش يروح شي قرو ديطاي ولا قاعد يكمي برا ولا شيء. هذا الخارج غادي يدير عارفين من عفسه باسكو كي تجي للخارج عاد تسبح حكم ناقرا تسبح تسبح في الجزائر عندكم تمشى بالعرف وتمشى ونعرف فلان نعرف داك كل شيء. هنا ما تمشاش كيما هكا, هنا تمشى بلي كاليتي بيرسونيل تاعك شتي عندك انت ايش عندك تجيب وش عندهم الاخرين يجيبوا. وغادي تسيب روحك ملي تحط قراعك من الطياره ملي غادي تحط قراعك الاول خطوه الاول تحطها تسيب روحك داير نتايا كونكورونس مع الناس اللي زادوا هنا وكبروا هنا وكل شيء. دونك نتايا اش غادي تجيب اكثر منهم, لو كان ما تجيش تجيب اكثر منهم ما تعيش روحك لخاطرش غادي هنايا ما غادي تسلقها. هذه هذه دونك نقطه زوج. وتخمو العراقيل شتا مالا كاين عراقيل دونك كي تبغي تروح ما بغيتش السوجي تاع الهدا على بالكم ما بغيتش السوجي تاع الهدا باسكو سي ان سوجي نجمو نديرو عليه 1000 فيديو. العراقي اللي غادي تسيبهم كي تجي رايح ما نضرش العراقله تاع الدراهم. الدراهم سي سي تان بروبليم كون شتي تبغي دير المشكل تاع الدراهم هو هو العراقله الاولى اللي تصيبها سي الفيزا دو طرافاي. هنايا في هنايا في اوروب لي فيزا دو طرافاي سي كازيمون امبوسيبل باش تاخذ فيزا باش تخدم. عندهم مارشي كومان بيناتهم دونك واحد نقولوا جاي من ان فرونسي يجي يخدم اون ايطالي ان ايطالي يجي يخدم اون انجلتير اكسيتيرا. بصح البروبليم سي كي تكون نتايا جاي اور من هذا لو خارج على هذا لو مارشي جاي باسبور الجزائريان غادي تصيب دعوه بالعصا سي في ميم كان لومبلويور يبغي يخدمك جينيرالمون لومبلويور تاعك مين يبغي يخدمك غادي يكره غير على خاطر لي تراكاسي ادمنستراتيف اللي غادي يجوا معاك. دونك إلا تجي هنايا فيزا توريستيك وتبغي تخدم سي با بوسيبل باسكو ميم كون سي بان امبلويور وميم اللي عندك لا فورماسيون عندك ليكسبيريونس تاع هذيك الخدمه سي تقريبا مستحيل باش تدي باش تديك واحد هنايا. على دي لوروب جينيرالمون لوروب فيها ايميغراسيون تاع ميزيريان نقول لكم الصح. حنا لوروب محلوله بزاف الاصحاب اللي طلبوا لازيل محلوله بزاف اللي يجوا بلاك واوت ويقعدوا وكل شيء كيما هكا. بصح تقريبا واحد اللي يبغي واقف يقعد واقف يقعد بلا دينيتي تاعو كل شيء c'est l'Europe c'est très difficile. Donc il a un niveau professionnel في الجزائر وعندك expérience professionnelle si بالك مع دي pays اللي عندهم دي اللي عندهم دي programmes d'immigration كيما مثلا كاين كاين الاسترالي عندها programme d'immigration كاين الكيبيك عندها عندها programme d'immigration. بصح توقع بزاف تاع بزاف تاع لي بروبليم ادمنستراتيف ماشي سهله ماشي غير تروح تطبطب عليهم يعطيك فورمولير تاع عمر غدوه كراك سي حاجه تدي وقت بزاف. عرقله اخذ اخرى غادي تصيبها غادي تصيب بلي مثلا بزاف تاع بزاف تاع الاحوال لي ديبلوم الجزائريين ما ياكلوش في الخارج تري ديفيسيل باش يقبلوا لك ديبلوم الجزائريين في الخارج بها بزاف تاع لي ريزون. اون دي بروميير ريزون سي بروي بروتيج لو مارشي تاعهم. مثلا تجي تصيب بلي ان ديبلوم امريكان دو ميديسين ولا ما ياكلش هنايا اون اوروب بورتون لي دو بيي عندهم لو ميم نيفو في لا ميديسين. بصح ملينا على باطون بعد ان ديبلوم هنايا اوروبيان ما تقدرش تخدم به في اوزيتازوني. كاين تانيك لو فات اللي الجزائر ما دخلش ما عندهاش بزاف تاع لي زاكور انترناسيونال مع هاد البلدان. كاين تانيك اللي داخله فيها عربنا من تشوف تقرا في لابريس باللي تصيب باللي دي جون راهم يقراو ميديسين في الجزائر ما عندهمش ميم با الباك سيغتان دخلوا بالعرف اللي تفهم باللي هاد لي زانفورماسيون يوصلوا لهنايا تانيك والناس هنا من يشوفوا ديبلوم تاع الجزائر يشوفوا بنادم يقولوا اسكو دا هذا بالعرف ولا بالعرف ولا دا باسكو قرا. دونك جينيرالمون صرا باس لا كاليتي تاع لي ديبلوم اللي هذاك لو بيي سيني ابليكاسيون دو كريديبيليتي. نقول انت الا موالف سيني دي شيكون بلون والناس تعرف القيمه تاع لي شيك تاعك تطيح الناس اللي ما تشتش عليك لي شيك. دونك تقريبا لي ديبلوم كيما هكا. دونك العراقيل بزاف نقول لكم الصح العراقيل بزاف سي با مي ان توكا على كل حال هدا سان بروجي ا لون تيرم سي با ان بروجي تاع سي با ان بروجي تاع بيروح الشهر الجاي سي ان بروجي لون تيرم بزاف. كاين اللي بيروح الشهر الجاي يدير فيزا ترانزيت ويدير فيزا تاع 3 ايام يروح يحرقه فاش تصيب هذاك هذاك تصيبه 10 اون بلو طار تصيب مازال قاعد بلاك واط ومازال يشوف الدنيا كاع جا موراه كاين اللي جا 5 اون موراه راه مكواطهم وكل شيء هو لا هو مازال تما هو جاي 10 اون بصح جا غير هكا فيزا توريستيك وحرقنا دين ما تي فوا. دونك هذه ما ننصحكمش باش ديروا هذه العفسه هذه تاع نحرق وصاي. نقول لكم حاجه الحريق ما يتريقلش بالوقت ماشي تقول صح معليش نحرق ومن بعد كي نقعد تما يشوفوني زعما نسملح يعطوني كواط لا ما تمشيش كيما هكا كاين تصيبهم وتصيبهم هنايا في شتهم في لوروب بارتو شتهم في لاسويس شتهم في لانجلتير في المانيا في فرنسا تصيبها ديبي 10 اون 12 اون ويدرس لا كارت لا والو تي فوا. دونك يفو فار تري غاف ما تقلع من راسك العقليه تاع نجي غير نيمبورت كومون ونقعد وصاي ونسلك ما تسلكهاش اون بليس يحرطوا عليك تولي اسكلاف على بالك. كاين بزاف الناس يحوسوا على اللي ما عندهمش كواط هنايا يحرطوا على عزرينك. دونك اونفان غير نعيي روحي على بالي بلي راني نهضر مع ناس اللي ديجا ليدي تاعهم راه في راسهم راه ديجا هنايا انا فيكسي في راسهم. هاي تهلاو في روحكم وصاي نحبس الهضره هنايا.